ثم أما بعد، فمع قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما زلنا في السياق الذي كنا فيه من قبل من بصائر القرآن العظيم من أوائل سورة البقرة، ونستمر بحول الله عز وجل مع هذا الخطاب المعجز الرباني الكريم. فحينما تحدى خلقه بما ذكرنا من مفهوم الحياة في مثال البعوضة فما فوقها، وفي التذكير بأن الإحياء والإماتة أمران ربانيان عظيمان، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، مرورا مع نعمة الله عز وجل على عبده بالحياة ثم بما في الحياة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الحياة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذا الخطاب أو هذا السياق كله يوحي بشيء عجيب، وهو أن كلام الله عز وجل على الإنسان كان في سياق الكلام عن الكون كله خلقا وتقديرا وتدبيرا. كلام رب الكون عن الإنسان كلام عجيب، يستنبط منه المتدبر أن هذا الخلق أي الإنسان كائن غير عادي، كائن له قيمة كونية كبرى في هذا الوجود عند رب الوجود. فكثيرة هي الخلائق التي خلق الله جل وعلا مما نعلم ومما لا نعلم، ولكن قصة الإنسان تفردت في القرآن العظيم تفردا عجيبا. فكما رأيتم إذن وكما ذكرنا قبل، كان خلق الأرض وما فوقها منذ الابتداء قد روعي فيه الإنسان. هذا شيء في الحقيقة عجيب جدا، أن يتدبره الإنسان وأن يتأمله يجد أن المولى جلت قدرته ما هذا الأرض لهذا الإنسان قبل أن يخلقه بملايين السنين. كما بينت قبل، هو الذي خلق لكم، خلق أي ابتداء الخلق في الأرض للأرض وما عليها وما فيها وما تحتها وما فوقها، كل ذلك قصد به أصالة هذا الإنسان. وما من قصد رباني في الأرض خلقة للكائنات وللحيوانات وللنباتات فهو بالنسبة لقصده في إقامة الحياة البشرية على الأرض قصد تبعي. يعني تبسيط هذا الكلام، الله جل وعلا صحيح أنه خلق الأشياء والحيوانات والبهائم والنباتات والمياه، خلقها لذاتها، أي أقصد لذاتها أي لتعيش هي أيضا وتحيا وتتناسل وتتكاثر وتتوازن بها الأرض، فهذا قصد رباني أي حكمة في الخلق لا عبث فيه، ولكن مش هذا هو الأساس، هذا يسمى بالقصد التبعي. أما القصد الأصيل هو ليستفيد الإنسان، وهذا نص القرآن واضح، هناك ما يسمى بالمقاصد الأصلية والمقاصد التبعية في الخطاب القرآني. أما المقصد الأصلي من خلق الأرض وما فيها وما عليها فهو للإنسان، هو الذي خلق لكم، الخطاب واضح جدا لا يحتاج إلى تأويل، هو الذي خلق لكم، وقال بالاستغراق أي العموم الشامل ما في الأرض جميعا، وبيناه أحسب بما فيه الكفاية. إذن هذا الخطاب هو خطاب كوني، كلام الله عن الإنسان ومخاطبته الإنسان مخاطبة كونية، أي يحدث الله عز وجل الإنسان من خلال أخبار الكون جميعا، يخبره عن الكون كيف كان وكيف يكون وكيف ابتدئ ولماذا ابتدئ، إلى أن يقول عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ليتأكد هذا المعنى العجيب التدبري من أن الله عز وجل جعل للإنسان شأنا آخر، فخاطب في شأنه الملائكة قبل أن يخلقه، يعني قبل أن يخلق الله الإنسان حدث الملائكة به. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، اسم فاعل في هذا السياق دال على الاستقبال، شيء سيقع لم يقع بعد. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل أي سأجعل في الأرض خليفة. ومن هنا وهم لا يعلمون ما الإنسان، قالوا قياسا على أمر سابق، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقد أشرت قبل إلى أن هذه الآية كانت مزلقا لبعض العلماء، ذكرنا منهم الدكتور عبد الصبور شاهين الذي ظن بهذه الآية وبشبهات أخرى أن آدم طور من شخص أو من نسل كان قبله اسمه البشر، ولا حجة في هذه الآية إطلاقا على هذا المعنى إطلاقا، لا لغة ولا عقلا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، أوليس للملائكة أي مصدر عاد البشر لتعرف أن ساكن الأرض يفترس ويفسد ويسفك الدماء؟ بلى، كثير جدا الاحتمالات، أقلها وأبسطها أن الله خلق وحوشا قبل خلق الإنسان، الديناصورات كما تتحدث عن ذلك العلوم المعاصرة من البيولوجيا والجيولوجيا، أيضا مما ينقب عنه في الأرض، حيوانات عاشت في الأرض قبل وجود الإنسان. شأنها أعطى للملائكة مقياسا أن طبيعة الكائن الأرضي كيفما كان طبيعة عدوانية، سواء كان سمكا في البحر أو حيوانا في البري. وما دام أن هذا الإنسان خلق للأرض، لأن رب العزة صرح بأن الخليفة في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، فانطبع إذن في التصور أن هذا الكائن لا يختلف عن سائر الوحوش التي تسكن الأرض من حيث هذه الصفة السفك والإفساد في الأرض. وقيل في التفاسير إنها الجن، وقيل أيضا كائن آخر، وهذا لا يحيله العقل، أي إذا بغيت تدير هذا الاحتمال بعقلك ممكن كائن آخر من غير الإنسان، ربما أشبه الإنسان ربما خالف الإنسان لا ندري، المهم ليس إنسانا وليس وحشا حيوانا، كائن آخر. قدرة الله عز وجل لا يستحيل عليها أن يكون هناك خلائق قبل الإنسان أفسدت في الأرض وكلفت بأمانة ما لكنها لم تفي، ممكن، لكن ليس هناك دليل يثبت، كما أنه ليس هناك دليل يمنع. فيبقى إذن الحكم على مثل هذه الأشياء مغامرة وتحكما بغير دليل. أما أن يعمد الإنسان ويقول إنه سليل البشر وأن البشر تطور، فهذا أقل ما يقال فيه أنه تنقيص، تنقيص من إبداع الخالق جل وعلا، لأن الرب الذي يحتاج إلى تطوير صناعته رب ضعيف، وسبحانه وتعالى له الكمال والجلال والجمال. يبدأ خلقه، يعني كلمة البدء في القرآن ماشي بالمعنى اللغوي العادي، البدء أي الإبداع الكامل، يعني حينما يصنع الشيء صنع الله أو يخلقه فيخلقه على أكمل صورة دون حاجة إلى تطوير، من البداية من اللي يحطه الحطة اللي يحطه كامل، يبدأ الخلق أي أنه يصنعه على كمال وتمام منذ البداية. وكذلك الفطر، فاطر السماوات والأرض أي البدء على التمام والكمال سبحانه جل وعلا، وإلا فما معنى الرب إذن وما القدرة الإلهية إذن؟ كل ذلك يجب أن نعتقده في الله عز وجل، أي عقيدة الكمال والتمام في الخلق الإلهي. وهناك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقع اختلاف في تفسيره، لكن لجمهور المحدثين والفقهاء تفسير أجده الأقرب فعلا إلى خطاب القرآن العظيم، وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته. هناك من يرويه برواية أخرى وهي قوله إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذه الرواية ضعيفة لا يجوز أن تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الرواية الصحيحة الثابتة إن الله خلق آدم على صورته سبحانه وتعالى. فوقع نوع من الاضطراب لدى بعضهم، فظن أن الهاء في صورته تعود على الذات الإلهية أي على صورة الله، ولذلك رواه بعض الرواة خطأ بهذه الصيغة التي فيها زيادة على الأصل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهو طبعا غير صحيح، ولكن المقصود هو هذا الإشكال الذي وقع فيه مزلق أو كان مزلقا لبعض الناس، إن الله خلق آدم على صورته. أولا من ناحية اللغوية الضمير يعود على آخر معاد، على صورته لها خصنا نرجعوا لآخر واحد تكلمنا عليه وهو آدم. إن الله عندنا جوج ديال المعادات، المعاد الأول الله جل وعلا، والمعاد الثاني آدم. إن الله هالمعاد الأول خلق آدم هالمعاد الثاني على صورته، إيه الهاء تقول النحاة أو العرب يجب أن ترجعها إلى آخر مذكور وهو المعاد، آخر مذكور هو آدم. إذن يتحصل الكلام لغويا كالآتي إن الله خلق آدم على صورة آدم،
يطرح السؤال الآن، ما الفائدة من هذا الكلام حقيقة؟ يعني من ناحية الظاهرية، يعني إن الله خلق آدم على صورة آدم، ما معنى؟ ما عنده حتى معنى من ناحية الظاهر. لكن حينما نرجع للآية هذه التي وقع فيها الإشكال، التي ظن أن الله جل وعلا طور آدم من خلقة أخرى، نجد فعلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن الابتداء، يعني أن آدم عليه السلام لم يكن كأي مخلوق آخر، حيواني ربما، أو أيضا له تفسير آخر، لم يكن كسائر بني آدم تتبدل صورته أو سيمياؤه. السماء العلامة والملامح الوجهية. الطفل حينما يولد ولدا يولد بسيماء، عنده ملامح في شكل من حيث اللون ومن حيث المراسيم العامة لشكله وبدنه عموما، ثم يكبر وينمو فتتطور فعلا ملامحه وربما أيضا لونه. فهو عبر عمره كله من يوم ولادته إلى ساعة موته مر بمراحل سيميائية في الطفولة الأولى، ليست هي الطفولة الثانية، والطفولة الثانية ليست هي الشباب الأول، مراهقة في وجهه، ولا المراهقة هي لحظة البلوغ والاكتمال والإنبات، ولا لحظة البلوغ والاكتمال هي نهاية الشباب وبداية الكهولة من أواخر الثلاثين إلى الأربعين، ولا هذه هي الستون، ولا الستون هي خريف العمر من الهرم. يتطور الإنسان فعلا في سميائه بشكل عجيب، كأنما هو كتاب كما مثلت قبل طبع مرات طبعة مزيدة ومنقحة. الكتاب هو الكتاب لكن اختلف شكله، اختلف لونه. آدم وحده خلق 60 ذراعا، يعني حوالي 30 متر في طوله. الله عز وجل صنعه طينا ثم نفخ فيه بقدرته التي لا يمكن أن تخضع للقياس العقلي، فقال له كن فكان. فكانت صورته، أي إن الله خلق آدم على صورته الأولى من يوم خلق، لم يحدث فيه تغير ولا تطوير ولا طفولة ولا شباب ولا كهولة، خلقه كاملا فبقي كاملا حتى مات عليه السلام. تلك قضية تتعلق بآدم وحده من دون الخليقة، وهذا صحيح. حتى عيسى عليه السلام الذي كان من غير أب ولد طفلا صغيرا، فتطورت خلقته لكن بين قوسين من ناحية السيميائية، أي من ناحية الشكلية. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، أي خلق آدم من تراب، ثم قال له كن فيكون. فكذلك عيسى قال له كن في بطن أمك فكان، بأمره وبقدرته وسر إعجازه جل وعلا. فتبين إذن أن قول الله عز وجل قالوا أتجعل فيها، يعني قول الله حكاية عن قول الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لا يقتضي كما ذكرت في البداية لا لغة ولا عقلا أنها هنالك تطويرا في خلق آدم، حاشا لله أن يحتاج إلى ذلك، بل هذه حاجة الإنسان. هو الذي صنع الدراجة في أول ما صنعها بصورة بدائية تقليدية، فطورها حتى صارت إلى ما هي عليه اليوم، وكذلك السيارة وكذلك الطيارة وسائر الإبداعات البشرية تحتاج إلى أعمار وتحتاج إلى أخطاء. الصناعة البشرية تحتاج إلى أخطاء، ولولا الأخطاء ما تعلموا، حاشا لله أن ينسب إليه الخطأ إذن، ولا النقص ولا الحاجة إلى التطوير. ثم بعد هذا وذاك يحدث الرب الكريم العظيم جل وعلا عن الإنسان آدم على أنه اختيار إلهي، وهذا سر فعل من أسرار القرآن. الصنع الرباني والخلق الإلهي لآدم اختيار إلهي، أي أن الله أراد واختار جل وعلا، ولا يفعل سبحانه وتعالى إلا ما يختار. ولكن الاختيار هنا الذي أذكره هو بمعنى الاصطفاء، أي اختيار تحبيب وتشريف وتكليف ورفعة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، سماه خليفة. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفى آدم، أول من اصطفى اصطفى آدم. فكيف اصطفاء آدم؟ هل اصطفاه من بشر سابقين؟ طبعا كلا، تبين أنه غير صحيح. وإنما اصطفاه بمعنى أنه اختاره اختيار تقديم على الكون وعلى سائر كائنات الكون، دل عليه ما قبله من أن الله حدث عن الإنسان وخلق الإنسان قبل أن يخلق الأراضين، أي بدء خلق الأرض كان للإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم حينما جاء إبان الثمرة
كأنما الإنسان واحد تمرة، رب العالمين خلق شجرة وهي الكون، فهذه الشجرة كبرت وأينعت وأظهرت ثم أثمرت، فكانت ثمرتها آدم. لما جاء الوقت بالشجرة ولد آدم، أخبر الله عز وجل الملائكة فقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. عصارة الشجرة ثمرتها، لأنها التي تتضمن سائر مكوناتها الوراثية، فهي إذن غاية الشجرة. الشجرة المثمرة من اللي كتغرسها أصلا عندك الغاية في الغرس باش تعطيك الفاكهة، فغاية الخلق إذن النتيجة الثمرة الإنسان. ومعلوم أن أضعاف شيء في الشجرة ثمرتها، لأنها رطبة لطيفة لكنها أغنى شيء في الشجرة، فكل ثمرة إذن تتضمن غابة من الأشجار، وكذلك كان آدم يتضمن غابة من البشرية. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، قالوا في التفسير في الحديث الصحيح من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. خاطب الله البشرية في فطرتها وهي لا تزال في صلب آدم لما تخرج للوجود بعد، ولما تكون حتى حواء آدم وحده أنا إذن، فخاطب فيه البشرية جميعا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الإنسان إذن شيء عجيب، مقصد رباني كبير. وكما أن الثمرة تكون ضعيفة لطيفة رطبة لكنها عزيزة كريمة، كذلك كان آدم، والإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، فكان عزيزا عند الله عز وجل كريما من حيث هو إنسان. ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم يدخل في ذلك اليهود والنصارى والمجوس سائر البشرية، الذي يتحدث عن الأخوة الإنسانية حقا إنما هو الإسلام. كل حديث عن الإنسانية خارج الإسلام كذب، مع مر الفلسفة البراغماتية ما تنتج إنسانية حقيقية إطلاقا، وإنما هي بمفهوم ضيق قومي في المجتمع الأوروبي أو الأمريكي أو اليهودي. القرآن وحده تحدث عن الإنسان من حيث هو مبدأ متساو من حيث سائر الفرص خلقة وتقديرا، فألهمها فجورها وتقواها. بل الأعجب من ذلك والأغرب قول الله سبحانه وتعالى يا حسرة على العباد. وبينت من قبل أن هذه الآية هي من ألطف الآيات القرآنية حديثا عن الإنسان بجميع أشكاله، أقصد الإيمانية، إسلاما ومسيحية ويهودية ومجوسية ولا دينية. لقد علم في علوم القرآن أن كلمة عباد لا يعبر بها في القرآن عادة ولا في الحديث إلا للدلالة على المسلمين، بل على الصالحين من المسلمين وليس على مطلق المسلمين. فبشر عباد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهو كثير كررته مرارا، نعم العبد إنه أواب. خطاب العبد والعباد يخرج عنه لفظ العبيد، وما أنا بظلام للعبيد، فكلمة عبيد فيها قهر وجبروت رباني، أما عباد هذه فلفظ دال على التقريب والتحبيب. والعجيب أنه هذه المرة في سورة ياسين على ندرة مطلقة عبر بتعبير التحبيب عن الكفار أيضا، سياق واضح. يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، فإذن هم الكفار ليسوا المسلمين، فكيف إذن كانوا عبادا من الناحية الإنسانية؟ أي أن الأصل في الإنسان، الأصل فيه أن الله جل وعلا يكرمه ويحبه ويريد له الخير، فحكى لنا المولى جل وعلا تحصر البشر ناظر من الصالحين. وهذه يعني التفاتة التقطها الأستاذ سيد قطب رحمه الله في تفسيره في ظلال القرآن، في عجيب جدا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن ينسب إليه التحصر، لأن معنى التحصر أنك تتأسف على شيء فاتك تحبه ولا قدرة لك على أخذه، أو على شيء فاتك تكرهه ولا قدرة لك على رده فتتأسف. والله جل وعلا لا يمكن أن يتأسف بهذا المعنى، فإنما الذي يتأسف هو العاجز، تقول يا أسف على واحد الأمر تعبير عن العجز، تقول له العين بصيرة واليد قصيرة، هذا هو التأسف. ورب العزة سبحانه وتعالى على كل شيء قدير،
وإنما يحكي ما يقع بقلب الرسول عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتأسف على الكفار، فلعلك باخع نفسك، أي متأسف ومتألم لكون الكفار يكذبونك ولكونهم لا يستجيبون لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام وبعده كل داعية إلى الله بل كل مؤمن نظر إلى حال الكفار بعين الإبصار أي البصيرة، فوجد أن مآلهم إلى النار، فإنه لا يملك إلا أن يتأسف. ولذلك حكى الله عز وجل هذه النفسية للمؤمن عن المؤمن، فقال يا حسرة على العباد ما ياتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لو لم يكن الإنسان كريما عند الله عزيزا عند الله لما عبر في القرآن بهذا التعبير عن الكفار أيضا، وسماهم الحق عبادا أيضا لخصوص هذا السياق. إذن اختيار الله آدم هو اصطفاء وتكريم وتشريف، فقد اختاره في سياق كوني على سائر الكائنات. بمن في ذلك؟ الملائكة. ألم يأمر الملائكة بالسجود لآدم؟ وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بلى طبعا، لا يمكن أن يأمر الحق وهو الحق سبحانه بسجود الكامل للناقص، وإنما السجود يكون للأكمل. فمن أين جاء الكمال لآدم وآدم خلق ضعيفا؟ من أين جاءه الكمال وبعد قليل سيكون من الخاطئين؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، أين الكمال إذن؟ الكمال في شمولية العبادة، وهذا الذي أراد الرب جل وعلا. خلق آدم ليكون خليفة علامة، خليفة في مجال العبادة، ليس في مجال السيطرة والقهر والجبروت، كلا، بل ذلك ممنوع عليه. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما قذفته في النار، وفي رواية قصمته، هذا قضاء الحق فيما يتعلق بهذا. أما الكمال الذي أعطاه الله للإنسان فهو كمال التعبد، والتعبد ضعف، تعبد ضعف، لأن العبد لا يكون إلا ضعيفا إلا ذليلا، بل كمال العبودية يكون في كمال الذلة لله الواحد القهار. تلفظ عبد من هنا جت، تقول طريق معبدة يعني مواطية سهلة صوبة. فكذلك العبد عبد أي لان لله وخضع وأخضع بالتشريع وبالتكليف. الملائكة تسبح الله لا تفتر، نعم تعبد، ولكن عبادة الإنسان أكمل إذا استقام. طبعا كيف هي أكمل؟ أولا الإنسان له نوازع تشده إلى التراب، شهوات، وذلك من أعظم البلاء والابتلاء. أربك شدك إلى الأرض بكثير من الأسباب وطلب منك أن ترتقي إلى السماء. جسمك تجذبه الجاذبية الأرضية، وجاذبيات أخرى هي الشهوات، وهي قوله سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه جاذبيات، ومن منا يستطيع أن يفلت من هذه الجاذبيات؟ من أفلت من جاذبية المرأة أخذته جاذبية المال، ومن أفلت من جاذبية المال أخذته جاذبية الولد، ومن أفلت من جاذبية الولد أخذته جاذبية الشهوة أو السلطة أو لا تنتهي جاذبيات الأرض. ولذلك حديث القرآن عن الإنسان كان حديثا آخر، لا يوجد في أي كتاب في الأرض ولا في أي مدونة بشرية كيفما كانت. الإنسان كائن منجذب بطبيعته بفطرته الترابية إلى الأرض، وطلب منه أن يرتقي عكس الاتجاه إلى السماء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة ترق، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنت تسجد ونفسك وروحك ترقى، اقرأ وارتقي وارتقي. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. ثم بعد ذلك إضافة إلى جاذبية التراب التي لدى الإنسان فيه ضعف، ضعف، ضعف في بنيته، يمرض، يجوع، يعرى، تحدث له طوارئ من الضعف في بنيته تتعلق بتكوينه الفيزيولوجي، ضعيف. الملائكة لا هذه ولا تلك، لا هي منجذبة إلى التراب بفطرتها، كلا،
بل فطرت وخلقت أول ما خلقت على الصفاء التام، بل على الانجذاب إلى الله وليس إلى الأرض. لا شيء لدى الملائكة يجذبها إلى الأرض أو إلى التراب، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، معصومون عصمة تامة. ثم بنيتهم الفيزيولوجية إن صح هذا التعبير ليس بها ضعف، لهم يمرضون ولهم يجوعون لأنهم أصلا لا يأكلون، ولهم يتزوجون لأنهم أصلا لا يتناسلون، ولا 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 ولا. والإنسان مبتلى بهذين، جاذبية الشهوات ثم الضعف الفيزيولوجي، ويكلفه الرب جل وعلا مع ذلك فوق الملائكة ليكون أمينا عاما على العابدين، ليكون سيد العابدين في العالمين. لأن آدم حينما يجوع، ابن آدم صفة عامة، ويلتجئ إلى الله طلبا للرزق، يتفرد من دون سائر الكائنات بهذا النوع من العبادة. ملائكة لا تعرف عبادة طلب الرزق، عبادة خاصة بالإنسان، صحيح موجودة في البهائم والحيوانات والطيور، لكنها أكمل في الإنسان. لما؟ لأن الإنسان أشد شرها وحاجة من سائره الكائنات الأخرى، ولذلك كان يتعدى الإنسان بشرهه، بين قوسين هذا التعدي إنما هو لغوي، يتعدى على سائر الكائنات، يقصد البقر فيحليب حليبه، والدجاج ويأخذ بيضه، والنحل ويأخذ عسله، بل صار يتعدى حتى على العسل المخصص لملكة النحل ويأخذه. ما ترك الإنسان شيئا ولا مخلوقا إلا أكل له رزقه، لأنه لا يكتفي، بل لأن سائر الكائنات خلقت له أصلا. هذا الأصل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، حقيقة هذا الجوع الشديد في الإنسان، هذه الفطرة التي فطر عليها بحب الشهوات، بتزيين الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، هذا هو الذي جعله الله فيه بابا إما إلى العبادة والرقي وإما إلى الفجور. طريق واحد لا ثانية له، هو عينه طريق الشهوات، طريق الشهوات، إما أن يوظف سلما ومعراجا إلى السماء، وإما أن يوظف دركات تنزل به إلى جهنم والعياذ بالله، كما في الحديث الصحيح: وإن في بضع أحدكم صدقة، حينما يجامع الرجل زوجته صدقة، قيل: أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في حرام ألا يكون عليه بذلك وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في حلال. الوسيلة واحدة والنتيجة مختلفة، الوسيلة واحدة والنتيجة مختلفة، لأن الإنسان إما أن يفجر شهوته في عبادة الله، وإما أن يفجرها في معصية الله، حقيقة فعلا. ولذلك كان ديننا أكمل وأشمل من دين الآخرين الذين ترهبنوا وانقطعوا عن زينة الحياة الدنيا وتركوا الزواج، والذي يترك الزواج يظن أنه أكمل، بل بالعكس ناقص، لأن الكمال في أن تتزوج وفي أن تكون لك شهوة تصرفها وتصرفها لكن في عبادة الله. ولذلك قال أما الحديث: أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، ولكني ولكني ولكني، إلى أن قال: وأتزوج النساء عبادة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كمال الإنسان في زواجه، في شهوته، في أكله، في شربه، ما دام في طاعة الله، ما دام معراجا يرتقي عبره إلى الله. ولذلك خلق، ولذلك خلق له ما في الأرض جميعا، وإلا فما معنى أن يخلق لك ما في الأرض جميعا باش تفرج فيه إطلاقا؟ وإنما لتستهلكه ولتوظفه، وقد سخر لك تسخيرا، اكتشف فقط قانون التسخير والنتيجة يتدفق عليك خير الله في الأرض. هذا المعنى إذن يجعل آدم كائنا مركزيا في الكون، مش كائن هامشي، مش يعني بحال شي حشرة أو شي جرثوم يعيش على الهامش في جسمك أو في نبتة من نباتات، كلا، بل هو كائن مركزي في الكون كله. انظر إلى هذا التعبير أو هذه المقارنات الربانية الإلهية في القرآن، كثيرا ما تذكر الأرض مقابل السماء: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، نحن ما زلنا في الآية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وهذا التعبير أو هذا المعنى بالأحرى كثير بصيغ كثيرة في القرآن، ذكر الأرض وذكر السماء أو السماوات،
ما الأرض إذن؟ هذا سؤال. نعلم جميعا أنها نقطة، نقطة سائرة في فضاء السماء الدنيا عبر ملايير الأنجم والكواكب والمجرات السائرة إلى الله جل وعلا، نقطة. فكيف تذكر الأرض ثم يقال السماء أو السماوات؟ ومعلوم أن الأرض جزء صغير جدا من فضاء السماء أو من بطن السماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إلى آخر ذلك من الآيات وهذه المعاني. لا شرف للأرض إلا لشرف ساكنيها، لأن فيها الإنسان. لذلك خصت بالذكر من دون سائر الأنجم والكواكب والنجوم والمجرات، وجعلت مقابلا لكل السماوات. والسماوات من يسكنها؟ الملائكة. وما أدراك ما الملائكة؟ ومع ذلك ذكرت الأرض مقابلا للسماوات، لأن الأرض فيها آدم وذريته. ولقد كرمنا بني آدم، آدم صاحب القصة الطويلة العريضة التي تملأ كتاب الله عز وجل القرآن. ذكرت الأرض مقابلا للسماء لأنها دار الابتلاء البشر، ولأنها معمل تصنيع الرباني، حيث يجعل سبحانه وتعالى من ملكه مجالا لتنسيل الإنسان ولابتلاء الإنسان بعضه ببعض، وإنزال الرسل وإنزال الكتب. وما أدراك ما الكتب؟ كلام الله عز وجل يتنزل من فوق سبع سماوات إلى الأرض. سيد الملائكة جبريل يرسل من السماء إلى الأرض. عجيب حقيقة. لا شرف للأرض لو لم يكن فيها الإنسان، لأن الكتب، الرسل، الملائكة، سيد الملائكة، كل ذلك قصد به من؟ المسلمون، بل الناس أجمعون، الأنبياء وأتباعهم إلى يوم القيامة. فإذن شرف الأرض بشرف ساكنيها. وأشبه ما يكون هاهنا أن نمثل بكلام أو ببيت شعري للقاضي عياض السبتي المغربي في كلمة عجيبة: وما شرف الأوطان إلا رجالها، وإلا فلا فضل لترب على ترب. الرجال فعلا يشرفون البلاد، وأو العكس. فبما أن البشرية إذ خلقت أول ما خلقت، خلقت لهذا القصد الرباني الرفيع، كان لها هذا الجزاء العالي، الجنة. الجنة، الجنة نعمة لا تحد بحد، لا تنحصر إطلاقا. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها أشياء يستحيل على الخيال أن يستحضرها من النعمة الآبدة المؤبدة الممتدة طولا وعرضا، سعة لا يستطيع العقل أن يجلس من أجل استجماع أبعادها. ينتهي عمر الإنسان ولا تنتهي أبعاد الجنة، بل لا تنتهي أبعاد مكان واحد يسكنه فرد واحد من الناس في الجنة. ماذا صنع هذا الإنسان حتى يجازى بهذا الجزاء؟ لأنه كان خليفة كونيا فجوزي جزاء كونيا، لأن الله جل وعلا ابتلاه بهذه الابتلاءات، جواذب تذيبه إلى الأرض، شهوات، ثم ضعف في تركيبته، ثم طلب منه أن يكون كالملائكة. فإذا نجح فمن رحمة الله بعبده أنه يجازيه بهذه الجنة. ولأنه إذ يستطيع بإذن الله أن يكون إماما للعابدين، حينما تعبد ربك لا تدري كم من الخلائق تعبد الله بعبادتك. أنت تعبد الله، عدد كثير من الخلائق يشتغل بعبادة الله فقط لأنك أنت تعبد الله. الملائكة الكتبة، الملائكة التي تصحبك، الحافظة، الذاكرة التي تأتيك في وقت الخير، في وقت الذكر حينما تذكر ربك عند دعاء الخروج أو عند مجلس العلم أو غير ذلك. الأحاديث الكثيرة الوفيرة التي تذكر أن ابن آدم كلما ذكر الله في مكان أو صلى إلا وذكرت الكائنات الأخرى الله بذكره هو الله، كما في المؤذن. المؤذن لا يسمع قوله من رطب ولا يابس إلا ردد معه. المكان تسجد فيه يشهد لك، الشجرة تذكر الله إلى جانبها تشهد لك، كل شيء يذكر الله بذكرك. والغريب أيضا أن من اشتغل بالدعوة إلى الله تصلي عليه الملائكة وتصلي عليه الحيتان، حتى النملة في جحرها والحوت في البحر. شيء غريب لدى الإنسان فعلا حينما يقوم بالخير، تتصدق
تدعو لك الملائكة اللهم أعطي منفقا خلفا. كثيرة إذن هي الكائنات الأخرى لا حصر لها التي عبدت الله بحركتك في الاتجاه الصحيح السليم. والنتيجة أنك حينما تعمل خيرا أو معروفا فإن الله يأجرك عليه ويأجرك بمن عمله بسببك. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. نحن نتصور ابن آدم أيضا غير ابن آدم. إن كان لك أثر تزرع الزرع كل طير أكل منه لك به صدقة. أي شيء نفع الأرض نفع البلاد نفع العباد نفع الإنسان نفع الحيوان نفع الطير كان لك به أجر. حتى السرقة تسرقها يكون لك بها أجر. عجيب. إذن أجر الإنسان يرتقي لهذا السبب إلى 700 ضعف. وشنو هي 700 ضعف؟ ماشي هي واحد حتى 700، لا، وإنما هي العدد الذي لا ينحصر. الإنسان العربي في اللغة دياله القديمة إلا بغي يقول شي حاجة ما عنده يعني لا نهاية ديال الحساب كيقول 70 أو كيقول 700. إلى 700 ضعف، أي إلى ما يحصره عد من الحسنات بفعل واحد من أفعالك إذا قبله الله جل وعلا. لا جزاء لك آنئذ إلا الجنة. صحيح أن الجنة تبقى بعد ذلك أعظم من حياتك كلها، ولكن الله ارتب لك هكذا أفعالك، خلى الأفعال ديالك تؤثر في الامتداد الكوني من الأرض إلى السماء. يولد إنسان خبره في الأرض وخبره في السماء، يموت إنسان خبره في الأرض خبره في السماء، يتوب إنسان خبره في الأرض خبره في السماء. كون كله يتحرك لفعلك أيها الإنسان. إذا أنت ماشي كائن أرض عادي، أنت كائن كوني. ولذلك حينما يفجر الإنسان شره يصل إلى الإنسان ويصل إلى الكون كله، فلا جزاء له آنئذ إلا النار، نعوذ بالله، لأنه يكون قد أجرم في حق نفسه وفي حق البشرية وفي حق كائنات لا حصر لها. والإنسان فعلا يدمر الكون، يدمر يخرب حينما يفجر ويطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يدمر. ظهر الفساد في البر والبحر فعلا، سبحان الله العظيم، بما كسبت أيدي الناس. اليوم نشاهد ذلك عيانا، أن الكون فعلا يفسد ويصيبه الخراب بفعل الإنسان. أباد الحيوانات من الأرض، أباد كثيرا من الكائنات الحية التي خلقت له ليتوازن عيشه، فأفسد حياته وأفسد حياة الكون وحياة الأجيال التي تأتي بعد. حسابها على من؟ فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وعليه وزرها أيضا ووزر من تأثر بها سلبا إلى يوم القيامة. وقد كان لابن آدم الأول كما في الحديث الصحيح ذنب كل من قتل نفسا بعده إلى يوم القيامة، لأنه هو الذي سن سيئة القتل في العالمين، ابن آدم القاتل. لذلك هذه الجريمة بأي شيء تعاقب؟ لا عقوبة لها إلا النار آنئذ. من هنا يظهر عدل الله عز وجل، عدله ورحمته. عدله في النار نعوذ بالله منها، ورحمته في الجنة لا حرمنا الله منها. وهنا يظهر أن وجودك أيها الإنسان ليس نافلة، بمعنى ليس أمرا زائدا كأي حرف زائد في النحو، كلا، بل هو كلمة جوهرية في الجملة، كلمة جوهرية في أمر الله أنت أيها الإنسان. فتصور فعلا شحال الإنسان كيحقر راسه من اللي كيدخل في الذات دياله ويعيش التفاهات الطفولية ديال الحياة دياله البسيطة، ورب الكون هيأه لأمر عظيم حقيقة. تدبر القرآن يقود إلى نوع من الانبهار، ينبهر الإنسان، ينبهر بأمر الله في نفسه، أي في نفس الإنسان، ويحتقر الإنسان نفسه أن لم يكن في المستوى الذي أراده الله أن يكون فيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا، وارزقنا الإخلاص في أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تخالف أقوالنا أعمالنا، ونعوذ بك أن تخالف أعمالنا أقوالنا. اللهم طابق بين أقوالنا وأفعالنا، وطابق بين ظاهرنا وباطننا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من النفاق،
ونعوذ بك من تسميع. اللهم اجعلنا مخلصين لك، واجعلنا مخلصين لك برحمتك وحدك لا شريك لك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.